كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في قمة جدة للأمن والتنمية، عكست مضامين وأبعاد عديدة حول رؤية دولة الكويت الاستشرافية من النواحي التنموية والسياسية في القضايا الإقليمية وكذلك الدولية. لقراءة مضامين كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد حفظه الله، ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ حسين عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك معي أستاذ حسين. في البداية كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد حملت العديد من المعاني والقراءات، فكيف كان لك هذه القراءة؟ تفضل. حقيقة يعني كلمة ممثل حضرة صاحب السمو في قمة جدة الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد كانت تحمل مضامين كثيرة، كانت تحمل حقيقة خارطة الطريق للمنطقة وللمنطقة العربية، وبالتالي ركز سموه في خطابه أمام قادة دول المجلس التعاون الخليجي 6+3+1 يعني حط مضامين أركز على ثلاث قضايا وهو المثلث اللي بدأ فيها كلامه أو حديثه، الأمن والاقتصاد والسياسة. فإذا هذا المثلث اللي هو حددها ضبطناها ومشينا عليها ورتبناها، فإذا المنطقة نحو التنمية ونحو الاستقرار. دون أمن لا يمكن نعمل تنمية، دون وجود اقتصاد واستقرار لمنا، دون وجود سياسة واضحة وسياسة معلومة المعالم لا يمكن أن تستمر تنمية أو لا يمكن أن تستمر الاستقرار. لذلك الكويت حملنا معنا ملفات كثيرة، هذه الملفات من ضمن الأشياء اللي ركز عليه خطاب، كان خطاب شامل وفي كثير من القضايا، وأهم شيء طرح وجهة نظر الكويت في البعد الخليجي والبعد العربي والبعد الدولي. وبالتالي بدينا بالخليج بأننا لازم نعمل مع بعض ونشترك مع بعض ونتعاون مع بعض. نعم. في البعد العربي حملنا القضية الأساسية وهي قضية فلسطين. نعم صحيح. حملناها معنا وبالتالي ذكرناها أمام القمة وركزنا على القضية الفلسطينية. ثم ذهبنا إلى البعد الإقليمي أيضا، هي قصة كيفية التعامل مع إيران في المرحلة القادمة. لكن من الأهم من ذلك هو أيضا كانت شمل قصة الحرب الروسية الأوكرانية. هنا ركز سموه على أن الكويت ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة بعدم الاعتداء، كأننا يقول مثل يعني لأن احنا مرينا في هذه المرحلة. صحيح. مرينا هذه المرحلة القاسية، وبالتالي علينا احنا أيضا أن نترجم بأن يجب علينا أن يعني نتوافق وأن يكون الدول لها مضامينها ويكون للدول لها استقرارها وللدول لها استقلاليتها. نعم. دون المساس فيها. نعم. الآن أستاذي، ما هي أهمية هذه القمة في هذا الوقت؟ هذه القمة تأتي في ظروف يعني جدا صعبة، وجود أولا يعني أزمة اقتصادية كبيرة، وجود أزمة صحية كوفيد-19 بدأ يعود ومثل ما نشوف، ووجود أزمة في النفط إمدادات النفط. وبالتالي هذه القمة كانت يعني ضرورية أن تحضر، ضرورية أن يعني تشارك فيها المنطقة، وضرورية أيضا للأوضاع الاقتصادية اللي سنلم في عندنا نقص في النفط. هل أزمة كورونا كانت هي السبب برأيك، أو أزمة سياسية روسيا وأوكرانيا، هل هي إيران؟ هو خلطة عجينة كلها. نعم. إجت مع بعض. هي إجت مع بعض. نعم. يعني المنطقة في حالة ثوران وغليان. نعم. إحنا المنطقة وأيضا إحنا ما زالت تداعيات كوفيد-19 موجودة. صحيح. تداعيات الاقتصادية كانت كبيرة جدا، وليس المرضين توفاهم الله يرحمهم. نعم. ولكن تداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، البطالة والشركات المالية اللي تأثرت من هذا الموضوع، كل هذه ما زالت تزحف نحو المنطقة ونحو البلد. وبالتالي كان يعني المضامين خطاب سمو بأن علينا أن نعمل كلنا مشتركين سواء في الخليج أو في المنطقة العربية. نعم. يا أستاذ حسين، هل أنت يعني رأيت رؤية خاصة بمشاركة دولة الكويت في هذه القمة؟ نعم. لابد أن لك رؤية خاصة عن دولة احنا الكويت. يعني احنا دائما الكويت في كل مشاركاته مميزة. صحيح. تحمل ملفات. صح. في هومورك مشتغلينه،
في فريق يعد إعداد كذا، نقلنا هذه وجهة نظرنا إلى العالم، نقلناها إلى هناك وقلنا ننقلها بضمير وننقل هذا الأمور ونقول للعالم هذا هو خطتنا وهذا هو برنامجنا. إذا أردنا أن ننقل المنطقة من لا استقرار إلى الاستقرار فعلينا أن نقوم بذلك. وبالتالي كان يهمنا أن إحنا نأتي ببرنامج عمل، وإحنا جئنا هذا البرنامج وقدمنا لهم، والعالم كلهم استمعوا لي برنامج الكويت. ووصلنا الآن إلى البيان الختامي، بالأمس في نشرتنا قرأنا البيان الختامي، فكيف أنت أستاذي قرأته؟ أنا البيان أشوفه يعني شامل وجامع لكل شيء، وضع آمال وهدوء للمواطنين الخليجيين أن هناك قيادة قاعد تعمل من أجل استقرار المنطقة. يعني إحنا كلنا في البيان يهمنا استقرار المنطقة، وبالتالي يعني وجود الرئيس بايدن في الاجتماع كان له دور كبير، بالإضافة إلى البعد العربي في هذا الاجتماع ووجود الرئيس السيسي والرئيس الملك عبد الله في الأردن ورئيس وزراء العراقي الكاظمي. فهذول أيضا البعد العربي مطلوب منا أن نكون، هذول الثلاثة الدول مهمين جدا، لو استقروا هذول الثلاثة هو بداية الاستقرار المنطقة كلها. وبالتالي إحنا عندنا في إحنا دور الكويت حقيقة، خلينا نقول الشغلة، إحنا دور الكويت عندنا كأننا قاعد نطفئ أبار حرائق، احنا دورنا اطفاء هذه الحرائق، وبالتالي نقدم يعني رؤيه واضحه ونقدم رؤيه عمليه من اجل استقرار. وبالتالي البيان يعني وضع امال كبيره لنا، واحنا الان ننتظر النتائج يعني هذه القمه في المرحله القادمه، وكل الدول عليها ان توفي بالتزامات. ولكن هل قرات مخرجات؟ ابرز هذه المخرجات، ابرز المخرجات وهو يعني العمل على عدم تأثير الاقتصادي على المواطنين أو الدول، لأن بالتالي إذا تأثرت إمدادات النفط وتأثرت اقتصادنا راح نكون إحنا في موضع خطر. وبالتالي نحن نحافظ على أملين يعني في كل بيان، هو أن تدفقات الأمن الغذائي من حبوب وأكل إلى المنطقة العربية ومنطقة الخليج، وفي حين وقت السماح بإصدار النفط، وبالتالي يعني عملية متبادلة بيناتهم. هذه هي خارطة الطريق، هي خارطة الطريق الكويتية. نعم، كل الشكر لك أستاذي المحلل السياسي الأستاذ حسين عبد الرحمن. شكرا لوجودك معي. شكرا.